اهلا وسهلا، اتفضلي اسئلتك. غلاوة كتاب النشاط نعم، لازم نحله كله. بالنسبة للأنشطة بتقصدي والأسئلة الموجودة فيه؟ نعم. في سؤال آخر؟ في كتاب الطالب جبل، نعم، صفحة 25. نعم. الطلب الثاني، استخدم خطط الانتشار لتوقع شدة محصلة قوتين من أجل الزاوية قياسها 150 درجة. نعم. هون التوقع لازم يكون بالضبط ولا عادي يعني إنه نعم. نعم، شكرا لك مايا. بالنسبة لسؤال الأول مايا، أبقى معك أستاذ ميكائيل. بالنسبة لكتاب الطالب الصفحة 25، السؤال أنه عاطية الزاوية 30 وعاطية شدة، الزاوية عم تكبر والشدة عم تتناقص. الزاوية 30 45 60 إلى 120، تناسب عكسي فكان يعني. نعم، فكان الطلب انه شو توقعك للزاوية 150 ضمن هالقراءة هاي؟ بيطلع قريب انه من اثنين، ما بين اثنين وثلاثة، هو تقريبيا يعني ما بين اثنين وثلاثة، بس نعم. في قانون لحسابها. نعم. نعم. اما بالنسبة لكتاب النشاط، كان سؤاله حول كتاب الأنشطة، الأسئلة الموجودة فيه، بمعنى انه هل هي كافيه او هي طبعا كافيه، هي أسئلة فقط متنوعه وكافيه، وعلى الطالب انه سؤاله كان هل يجب ان نحلها جميعا. نعم. يوجد طلبه متفوقين او مهتمين احيانا لا يكتفون بكتاب الانشطه، ياتون بكتب اسرائيليه اخرى من من مراجع ويسالون عن اسئله اضافيه، فيحب البحث ويحب أن يتزود بتمارين أخرى عن هذا. طبعا لماذا حريص الطالب أن يحل مسائل أقل؟ هناك بكتب، لاحظت أنا بكتب طبعا دول تانية، يوجد في كل بحث من 80 لأقل شيء 80 تمرين لل 120. عندنا أكثر بحث عليه، كان ضخم جدا. نعم، لأنه تدريب ومهارات. نحن أكثر بحث عليه 20 و30. نعم. ممكن ما تنحل كلها بالصف من قبل المدرس، ولكن يجب على الطالب أن يحلها ويبحث عن أكثر من ذلك. أنا هذا رأيي. نعم. بس بالنسبة قبل السؤال، كان في عندي أنا سؤال للدكتور سالم. نسمع. نعم. في مدرسة